النهارده هنكلمكم على جهاز كونتيك امبولاتوري بلاد بريشر مونيتورنج. ده بيريكورد الضغط لمده 48 ساعه. بتقدر من خلاله لحضرتك بتنزل القرايات بتاعه الضغوط اثناء ال 48 ساعه على سوفت وير. السوفت وير ده من خلاله تقدر تعرف الاناليسيز اللي حصل خلال ال 48 ساعه. وبالتالي هنبتدي نوري حضراتكم ايه هو الجهاز الامبولاتوري وايه مكوناته وازاي بيستخدم وازاي نشتغل بيه على السوفت وير. طريقه بسيطه وسهله جدا. اي جهاز عندنا في الشركه احنا واقفين كونتك في مصر, الجهاز ده معاه ضمان 3 سنوات. تقدر حضرتك في اي وقت لو حصل اي مشكله في الجهاز تجيبه لنا ويتم حل المشكله لحضرتك. اول حاجه ادي الجهاز, بيبقى عباره عن مديول. المديول ده بيتم ان هو بيبقى جواه بطاريتين, يشتغل ببطاريتين دبل اي. يفضل طبعا يكونوا بطاريات انرجايزر او فارت او حاجه يعني موثوق فيها عشان تقدر تسجل خلال ال 48 ساعه. ما تكونش مثلا بطاريات مش موثقه او حاجه كويسه عشان تقدر تكمل التيست معانا ونقدر ناخد احسن اناليسيز منها. تمام. بيجي مع الجهاز اتنين كف ادلت للناس اللي هي مش اوبيز قوي, وبيجي كف لارج ادلت للناس الاوبيز. احنا بنوفر لك الكفين عشان من خلال الكفين تقدر تعمل لكل الايه البيشنتس اللي بيجي لك خلال ايه التستات. طيب تاني حاجه, بيتم تركيب الجهاز ازاي. اول حاجه دي عباره عن هوز عشان خاطر تقدر تنفخ الكف من خلال. طيب ادي الهوز عباره عن سوسته, هي محكمه ما تفكش نهائي اهي. تمام. طيب بعد كده هنجرب ازاي نجرب على الايه البيشن. طيب ادي الكف, يتم تركيبه كده في الجهاز. اعمل بوز. خلاص ركبنا الهوز في الكف. تمام. بعد كده هنبتدي نركب البطاريات عشان نقدر نشغل الجهاز. تمام. طيب اول حاجه, اول ما بيجي لحضرتك البيشن يبتدي تاخد البيانات بتاعته, يبتدي تدخلها على الجهاز عشان يقدر ياخد الريكوردر بتاع الامبولاتوري يسجل بيه الوقت اللي حضرتك محدده. يتم توصيل كابل اليو اس بي بالطريقه دي. ادي كابل اليو اس بي اهو, يتم تركيبه اهو ووصل للكمبيوتر. يبتدي يقرا لي هنا يو اس بي كونكت. تمام كده الجهاز المديول بتاع الريكوردر متوصل بالكمبيوتر. نيجي للجزء الثاني اللي هو السوفت وير. السوفت وير ادي الامبولاتوري بلاد بريشر, بيبتدي يطلب مني اسم اليوزر اللي هيستخدم الايه السوفت وير. مثلا سي هنقول عمرو. تمام. بعد كده ندوس اوكي, نبتدي نعمل ابلود. طبعا هو طبعا في السوفت وير موضح لي حاجه جميله جدا, ازاي اوصل الجهاز على المريض. تمام. طبعا لو في اوبشن بيبقى موجود في اجهزه ان هو اجهزه ادفانسد شويه بيبقى فيها اس بي او 2 اللي هو قياس نسبه الاكسجين, ده طبعا بيبقى اوبشن موجود في اجهزه ادفانسد شويه في نفس الشركه برضو كنتي. تمام. طيب بعد كده هنوري حضراتكم ازاي بنركب الجهاز على المريض. بعد ما نوريكم ازاي هندخل الداتا بتاعت البيشنت. اوكي. بندوس اوكي, بعد كده ندوس على ابلود. اول حاجه البيشنت نيم. بيشنت نيم مثلا عمرو. تمام. بعد كده بيطلب مني ادخل الاوقات اللي بيصحى فيها المريض وبينام فيها المريض. اول حاجه الاوض اللي هي بيصحى الساعه كام وبينام الساعه كام. طبعا هو شغال بنظام 24 اور, يعني مثلا سي مثلا هو بيصحى الساعه 8 الصبح يبقى الساعه 8. طيب بينام الساعه 11 بالليل يبقى الساعه 23 اللي هي 23 اور. طيب انا عايزه يقيس الضغوط وهو صاحي كل قد ايه. سي مثلا هنخليه كل 60 مينتس, وهو نايم كل مثلا 90.
وبعد كده بندوس اوكي. بيطلب مني ان هو لو في اي داتا متخزنه على الجهاز على بيشنت قديم يمسحها، بقول له يس. كده خلاص هو جاهز ان المريض يروح بيه يسجل خلال ايه حياته اليوميه العاديه. بدوس اوكي خلاص كده. بعد كده بروح شايل اليو اس بي من الجهاز وابتدي اوصل على المريض. هنوري حضراتكم ازاي بنوصل على المريض. اول حاجه ده عباره عن الجراف اللي بيجي مع الجهاز. ادي الجراف اهو زي الشنطه الاكروس كده، بتتطول وتتاثر حسب طول المريض او حسب استيعاب الايه المريض. تمام. لو طويله او قصيره بنتم ايه ثانيه. بعد كده ادي الجهاز اهو. بنيجي بقى قبل ما نركبه والمريض ياخده خلاص، بندوس على باور اون. تمام. هو بيبتدي خلاص كده يسجل قدامي ان هو كل وهو صاحي هيسجل كل 60 دقيقة، وهو نايم هيسجل كل 90 دقيقة. هو كده المفروض بيسجل خلال الاوقات اللي احنا دخلناها. ادي الجهاز اهو، بنروح قافلين بالسكوتش كده، نبتدي نركب الكف. طبعا التيوب بيبقى الاتجاه حتى هو هنا عامل علامة الايه. تمام. يبتدي يسجل المريض. طبعا ده بيبقى تحت اللبس، المريض بياخده بيفضل لمدة اللي الدكتور محددها له، سواء 24 hours او 48 hours، بيبتدي هو الدكتور يحدد له الكلام ده وبياخد الجهاز. بعد ما المريض بيجي لي ببتدي اشيل من على ايده القط، سجل الوقت اللي الدكتور حدده له، ابتدي اشيل من على ايده القط واخد منه الايه الجهاز. بعد ما باخد منه الجهاز بنعمل اللي احنا بنشيل البطاريات اللي موجوده اهو، ونبتدي نوصل اليو اس بي بالايه بالجهاز. قال لي يو اس بي كونكت. هنرجع هنا نفتح الايه السوفت وير، ندوس اوكي وندوس داونلود للكيس اللي احنا نزلناه. طبعا هو بيقول لي، طبعا هو ما لحقش يسجل فعشان كده بيقول لي ان there is no ambulatory blood pressure monitoring data. فاحنا هنوري لحضراتكم ديمو موجود قبل كده الحاله متسجله، ونوري لحضراتكم هو ايه الحاجات اللي موجوده في السوفت وير، ايه الاوبشنز، ايه المميزات، ايه الكلام ده كله. اول حاجه هندوس اوبن داتا عشان نجيب كيس قديمه موجوده. دي زي كيس بسيطه موجوده قديمه. اول حاجه بيعرضها لنا ان هو الضغوط بالنسبه للتايم اللي سجله. ادي الضغوط مع الايه مع التايمينج. بعد كده بيجي عند كلمه هيستوجرام. هيستوجرام ده بيمثل لي ايه؟ بيمثل لي نسب السايستوليك. كان مثلا هنا سي مثلا 50% كان 110 سايستوليك، والدايستوليك مثلا كان قياس الدايستوليك مثلا كان 55%، بيمثل 50% على مدار اليوم. طبعا لما بيكون الوقت اطول في اوبشنز هنا بتبقى موجوده اللي هي بتبقى على مدار اليوم او على مدار النهار او على مدار الليل. بعد كده بنخش على الشارت اللي بعده اللي هو باي شارت. ده بيجيب لك الماكسيموم والمينيموم والافريج، وبقدر اتحكم في الافرج بتاعي سواء المريض ضغطه عالي او واطي. مثلا في ناس بيبقى الضغوط بتاعتها عاليه طبيعي الستاندرد بتاعها، فبقدر اتحكم منها بدل الستاندرد ما هو من 100 ل 135، بقدر اتحكم من خلال الضغط على الزرار ده، اقدر اتحكم في ازاي اخلي اغير الستاندرد اللي موجود عندي. بعد كده الكورليشن فاكتور ده بيجيب لي علاقه ما بين الديبندنسي بتاع الدايستوليك على السايستوليك، قطعه فين، يديلي الكورليشن فاكتور كوفيشن، اقدر من خلاله احدد الايه المريض ده عنده ايه بالظبط. بعد كده في نقطه يجي دلوقتي الدكتور يقول لي انا المريض جه قال لي انا بنام الصبح، بنام الساعه 11 بالليل وبصحى الساعه 8 الصبح، غير المواعيد دي، فبضطر انا اغير المواعيد برضو، ويعمل ري اناليسيز للكلام ده من خلال الايقونه اديت سليب تايمز.
اقدر ادخل المواعيد الغيره. انا صحي الساعه 9 ونص ونام الساعه مثلا 10، اقول له اوكي خلاص يبتدي هو يعمل ري اناليسيس للكلام ده. بعد كده البيشنت داتا اقدر من خلاله ادخل اسم المريض، ادخل سنه، ادخل لو هو مثلا في مستشفى اقدر ادخل هو في انهي ادميشن، رقم السرير، ابارتمنت نمبر، رقم التليفون لو في تليفون مثلا في عياده او حاجه زي كده. بعد كده عندنا برضو اوبشن الكرنت ميديكيشن، الادويه اللي بيديها الدكتور، الدايجنوز، تشخيص الدكتور وبيانات الدكتور نقدر نعملها، او اي كومنت عايز يكتبه الدكتور بايه بنعمله. بعد كده باجي هنا عند ريبورت، باجي عند الريبورت ايه اللي انا عايز احطه في الريبورت بتاعي، ايه اللي انا عايز احطه في الريبورت. وقف كده اعمل بوست. باجي اللي انا عايز اشوف ايه اللي انا عايز اعمله ايه في الريبورت، تمام. بعمل كونفيجر للريبورت واجي اقول ايديت الريبورت، ايه الحاجات اللي انا هحطها في الريبورت وايه هي. لو انا عايز اكتب اسم المستشفى على الريبورت من فوق، او اسم الفايل مثلا باسم الدكتور او اسم العياده مثلا، وببتدي ادوس اوكي وبقدر اشوف الايه الريبورت. طيب بعد كده انا عايز اشوف الريبورت بقى بتاعي اللي انا هعمله، بدوس على كلمه ريبورت يبتدي يظهر لي ادي شكل الايه الريبورت اللي موجود عندي، بيبقى فيه كل الداتا بتاعت البيشنت، بعد كده الريزلت اللي طلعت لي بالجرافس بكل الكلام ده. طبعا الجهاز ده تقدر تشتريه من خلال العشري جروب، تقدر تدفع 50% منه وتقسط الباقي من خلال فيزا بنك الاهلي. شكرا.